شيك لي على اللحمه المقمره المحمره هذه الذايبه. شوف 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 الذوبان وشوف الله 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 الله. شايف اللون اللي هنا؟ لون مستحيل. هذا اللون مستحيل بس يعيش في قلبك في قلبك حبايبي. اليوم بإذن الله هنعمل كذا اللحمة بطريقة جدا جميلة وذايبة. اللحمة إذا ملحتها قبل الطبخة خصوصا فترة طويلة، أنا هذه ملحتها قبل بيوم كامل، يوم كامل، تخيل يوم كامل الملح ذاب، خلي الأنسجة كذا مرة طرية، فلما تطبخها تستوي بسرعة، حافظ على عصرتها وتصير ذايبة. طبختنا هذه ما راح استخدم بهارات، كل حستخدمه ملح. فايش نسوي؟ نصلي على النبي وملح. نتأكد إنه غلطناها كذا بإحكام. خلاص كذا الحلوات حيدخل معاي الفرن 4 ساعات يا جماعة. وهذا هو بعد 4 ساعات. شوف التقميرة، شوف الطراوة والرطوبة والدلع والحركات الحلوة هذه. هذا المنكه، يلا هذا الحشو جدا مقبول، خلينا ندوب. ايوه الله الله.